أعلن رئيس الوزراء خالد بحاح عام 2015 عاما للتعليم في اليمن. جاء ذلك لدى حضوره اليوم بصنعاء المهرجان التكريمي السنوي لأوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2013-2014. إلى التفاصيل. 50 طالب وطالبة هم أوائل الجمهورية من مختلف المحافظات وفي مختلف الأقسام، علمي وأدبي وإنجليزي والقرآن، كرموا اليوم في حفل أقامته وزارة التربية في المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء. ونحن نكرم التفوق لطيف متنوع من بناتنا الطالبات وأبنائنا الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية، فإننا نكرم معلمين الأجلاء وإداراتنا المدرسية المخلصة التي وفرت عناصر النجاح لهؤلاء الطلبة ورعتهم الرعاية المناسبة، مما يجعلنا نشعر بالثقة والاطمئنان على مستقبل أجيالنا. الحفل كان برعاية رئيس الوزراء وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال وأولياء أمور الطلاب وأهاليهم. وفي كلمته التي ألقاها هنأ رئيس الحكومة الطلاب الأوائل على تفوقهم، وأكد دعم الحكومة للتعليم والنأي به عن أي تجاذبات سياسية أو مذهبية. يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي في مجلس الوزراء أن نهنئكم على تحصيلكم العلمي المتميز والذي يضعكم على الطريق السليم، طريق المعرفة والتميز. فالتميز يولد الثقة بالقدرة على الفعل والإنجاز وترسيخ نهج ثقافة وطنية تقودنا إلى البناء وصنع تاريخ مشرق لبلادنا الحبيبة. كما أعلن أن العام 2015 سيكون عاما للتعليم. يسرني أن أعلن نيابة عن فخامة الرئيس وزملائي وزميلاتي في مجلس الوزراء بأن يكون عام 2015 عاما للتعليم. تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية، كما تم توزيع الشهادات والهدايا على الأوائل الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم لمن كان السبب في وصولهم إلى ما هم عليه الآن. بالنسبة لشعوري بهذا اليوم سعادة غامرة، مهما جمعنا كل كلمات الفرح والسعادة في جميع المعاجم العربية والأجنبية وغيرها من المعاجم اللغات لا تستطيع أن تفي حق هذه الاحتفالية ولا تستطيع أن تفي حق شعورنا بهذا اليوم. أوجههم بالمثابرة والجد والاجتهاد ومذاكرة دروسهم وطاعة الوالدين، لأن دعوة الوالدين مجابة وإن شاء الله أنهم يتفوقوا في المستقبل. توجهاتي ستكون إلى دولة ألمانيا إن شاء الله، لكن أرجو رجاء خاص إلى وزير التعليم العالي وكل المؤسسات الحكومية والخاصة أن تقدم هذا الدعم وأن تأخذ بأيدينا لننهض بالوطن إلى العلياء دائما. هذا التكريم يدفعنا للأفضل، يجعلنا نستمر لأن نقدم أفضل ما لدينا لوطننا الغالي، فنحن إن شاء الله سوف نكون علم وعمل بإذن الله لتقدم اليمن الحبيب. بالتعليم تقام الحضارات وبه تبنى الأوطان، فهو اللبنة الأولى في أساس أي أمة تريد أن يكون لها شأنا ومكانا بين سائر الأمم.